تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة منافسات بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة الخامسة للإنتاج المحلي بإشراف وتنظيم منظمة الجواد العربي وبالتعاون مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وذلك بقرية القدرة. وبهذه المناسبة أكد سمو فيصل بن راشد الخليفة أن حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود لمنافسات البطولة يؤكد حرص منظمة الجواد العربي على دعمها المتواصل لبطولات جمال الخيل وخصوصا بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة، مشيدا سموه بالإسهامات العديدة التي قدمتها منظمة الجواد العربي لنجاح الفعاليات والأنشطة المختلفة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، مقدما سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود على متابعته المستمرة وحرصه على التواجد في البطولة. وأوضح سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة أن منظمة الجواد العربي كانت وما زالت على متابعة مستمرة بكافة الأنشطة التي يقيمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، مبينا سموه أن هذه المتابعة تؤكد حرص منظمة الجواد العربي على مواصلة دعم رياضات التراث البحريني الأصيل ومنها رياضات الخيل وجمال الخيل العربية الأصيلة. وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بالمستويات الرفيعة التي تشهدها بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة، مبينا أن رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أثمرت عن تحقيق كامل النجاح للبطولة، خصوصا أن سموه حرص على توجيه الاتحاد بإخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية. وهنأ سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، مشيدا سموه بالجهود البارزة التي بذلتها اللجنة المنظمة وحرصها على تنظيم أفضل الخدمات للمشاركين من الملاك والإسطبلات، مؤكدا سموه أن هذا النجاح يعطي الاتحاد الحافز الكبير لمواصلة تنظيم المسابقة التي يزداد رونقها جمالا عاما بعد آخر. هذا وتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى في فئة الأبطال.